الأنبياء المرسلون هم عبرة للمؤمنين. الأنبياء هم الهدى للحائرين، هم أشد المبتلين. الأنبياء المرسلون كم جاهدوا لم يضعفوا، فإنهم رسل الإله. والله غالب ولو كان العناد نبينا الخليل. لم يخش نارا أو بشر، والنار برد وسلام، وهكذا الله أمر. يونس ببطن حوته مناديا لربه، رحمن رحيم نجاه من ظلمائه. موسى يكيد الساحرين، فعصاه ثعبان مبين. ينجو الكليم بقومه، وعدوه في المغرقين. هذا المسيح مؤيد متكلم في مهده، يشفي بقدرة ربه، يحيي الموات بإذنه. محمد ختامهم، أتته كل المعجزات، يكفيه من قرآنه ما فيه من ماض وآت. صلوا عليه وسلموا على صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين وعلى جميع المرسلين. في أرض فلسطين، في بيت لحم، كانت مريم العذراء تتضرع إلى الله بعد أن التجأت إلى هذا المكان الخفي لتضع مولودها كلمة الله التي بشر بها الروح الأمين جبريل، وكانت تسمع حفيف أجنحة الملائكة من حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. صدق الله العظيم. Thank you.
الحمد لله، كان رعينا موفقا. إنه يوم مبارك. حتى الطبيعة جادت علينا بخيراتها، فرعت ماشيتنا وشربت كما لم يحصل من قبل. حتى هنا نمى العشب الأخضر، وها هي الماشية تأكل منه رغم أنها شبعة. أتسمعان ما أسمع؟ ما هذا؟ إنه بكاء طفل رضيع. في زاوية المغارة. كيف يكون ذلك؟ مريم ليس لها زوج، هل هو طفل بلا أب؟ تتحدثان أيها الصديقان عن طفل المزود. أي طفل هذا وأي مزود؟ عن ابن مريم الذي ولد من غير أب. ماذا؟ نعم، والذي كلمنا في المهد. تكلم في المهد؟ أجل، وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أجل، سيكون لهذا الطفل شأن خطير في المستقبل. ماذا تقول أيها الكاهن؟ لا شيء، لا شيء، لا تخبر أحدا بمجيء الطفل حرصا عليها. خذاني لأراه. سيدي الملك هيرودس، سيد حكام الرومان وملك أرض فلسطين. تفضل أيها الكاهن وقل ما تريد. ما سر زيارتك هذه يا ترى؟ أمر خطير يا سيدي، خطير جدا. ماذا في الأمر أيها الكاهن؟ أقلقتني. لقد ولد الطفل. عمن تتكلم؟ عن طفل معجزة، ولد بدون أب وتكلم وهو لا يزال في المهد. حقا؟ وسيكون نبيا لبني إسرائيل ومصدر خطر على ملكك. ماذا تقصد؟ قد يحرض على انتزاع ملكك عندما يكبر. انتزاع ملكي؟ أجل، ونصبح نحن كهنة اليهود بلا قيمة أو سلطان. ماذا تقول أيها الكاهن؟ هذه مؤامرة على ملكي، سيطير رأسك ورؤوس جميع كهنة اليهود إن لم تأتني بهذا الطفل. صحيح أن هناك نبوءة قديمة تتحدث عن مولد الطفل، ولكن من يصدق أن يولد إنسان من غير أب؟ اذهب من أمامي ولا ترني وجهك إلا ومعك ذاك الطفل. Thank you.
الكاهن يكذب. لا شك أن ولادة الطفل صحيحة، ولكن ماذا لو حرض على انتزاع الملك مني وفقدت سلطاني على البلاد؟ لا لا، لن أسمح بهذا. أيها الحرس، أيها الحرس، اذهبوا وأتوني بالطفل فورا، أو اقتلوا جميع الأطفال الذين ولدوا حديثا. أخي أسرع، لابد أن نساعد مريم على الهروب بطفلها. ألم تسمع ما يقولون؟ أجل، فقد قتلوا كل الأطفال حديث الولادة ونخشى أن يصلوا إليه. هيا هيا فلنسرع. وخرجت مريم البتول مع وليدها عيسى عليه السلام إلى مصر، وقطعت صحراء سيناء برفقة قافلة كانت تتجه إلى أرض مصر. وفي أرض مصر كبر عيسى عليه السلام وأصبح يافعاً، طير عيسى الذي صنع، فقد جف طينه. تعال يا عيسى وخذ طيرا. ماذا تفعل يا عيسى؟ لماذا تنفخ على الطير؟ لقد جف الطين. ياه، ما هذا؟ لقد دبت الروح في الطائر الطيني. انظر، ها هو يطير في السماء. إنها معجزة، معجزة. قد مات الملك هيرودس، وعاد عيسى مع أمه من جديد إلى فلسطين ليبشر بالدين الجديد ومعجزاته. ألم تسمع بها يا أخي؟ سمعنا، فلنتدفأ. صديق، كيف حالك؟ من أنت؟ أراك تمشي على ساقيك، ألم تكن مشلولا؟ هذا من فضل ربي، ولكن كيف عرفتني وأنت أعمى؟ لابد أن صوتي دلك علي. لقد أبرأني عيسى أنا أيضا، فإذا بالنور يأتي إلى عيني فأبصر. تعال إذا معي لنزور أخي. لا، أخوك مصاب بالبرص، وأخاف إذا زرته أن أصاب بالمرض. لا تخف، لقد شفي هو الآخر على يد عيسى بن مريم. أنتما مدعوان لاحتفال نقيمه بمناسبة عودة أخي أليعازر. أليعازر؟ ألم يمت؟ ودفناه معا منذ أيام. لقد عاد إلى الحياة من جديد. كيف والموتى لا يعودون؟ بمعجزة، بمعجزة من معجزات عيسى التي أيده الله بها ليؤمن الناس. نحن أتباعك يا عيسى وتلامذتك، نسير على خطاك وبما يأمرنا الله به. يا نبي الله، لم يعد لدينا ما نأكله وقد أصابنا الجوع، فاطلب من الله أن ينزل علينا مائدة من السماء تشبع جوعنا وتنزل السكينة في نفوسنا وتكون آية جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سيدي الملك، لا ترى معي أن عيسى أصبح خطرا حقيقيا يهددنا جميعا؟ أجل،
علمت أن أكثر الناس أصبحوا يؤمنون به وبالدين الجديد الذي يبشر به. ولا تنسى تلامذته الاثني عشر الذين يبشرون معه. والحل أيها الكاهن؟ نتخلص منه كما سبق واتفقنا. ما اسمك يا هذا؟ أنا يهوذا الإسخريوطي. هل أنت من تلامذة عيسى؟ أجل يا سيدي. يهوذا، أين معلمك الآن يا يهوذا؟ إنه مع باقي تلامذته في العشاء السري حول مائدة نزلت عليهم من السماء. هل ستدلنا على المكان وعلى معلمك؟ أجل، وسأنال مكافأتي، أليس كذلك؟ إليك مكافأتك. سأدلكم عليه. سلام عليكم يا إخوتي. أين معلمنا؟ إني لا أراه بينكم. من منكم هو عيسى؟ لا بد أنك هو. لا، أنا لست هو. أنا يهوذا، لست المسيح. اتركوني، اتركوني. أنت عيسى، وسننزل بك أشد العقاب. خذوه. سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. محمد ختام أتته كل المعجزات، يكفي بالقرآن ما فيه من ماض وآت. صلوا عليه وسلموا.